تحت رعاية رئيس جامعة الخليج العربية الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، افتتحت أعمال المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية، والذي استعرض من خلاله 30 ورقة علمية تناقش قضايا تربوية معاصرة. لم يكن التعليم إلا سلاح للشعوب ونهضتها، وما من أمة تقدمت وأنجزت إلا وكان التعليم مقياسا لها وحلا لكل قضية باتت أو أوشكت أن تشكل هاجسا في المجتمع. المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية تحت شعار آفاق تعليمية برؤى ابتكارية، يبحث التخطيط المستقبلي والرؤى التعليمية التي تواكب التحولات والمستجدات العالمية، ويؤكد على دور التعليم في ترسيخ وتعزيز القيم الوطنية بين أبناء دول الخليج العربي. المؤتمر مهم جدا لأنه يجمع أبناء الخليج رجال ونساء في مكان واحد لتعزيز المواطنة الخليجية التي كلنا ننتمي إليها في هذا المكان. المؤتمر يناقش عدد من الأوراق وعدد من القضايا الحيوية التي تناقش واقع اليوم والمستقبل، فهذه أيضا فرصة كبيرة للطلبة لتبادل أفكارهم وللمشاركة في صناعة إن شاء الله تعالى مستقبل الخليجي. للمؤتمر عين على الواقع من خلال ما شارك به الباحثون من أوراق بحثية في ضوء القضايا التعليمية الراهنة والتوجهات الحديثة في ميدان تربية وتعليم صعوبات التعلم، بالإضافة إلى برامج الإرشاد ودورها في مواجهة المشكلات التعليمية للطلبة. عندي ورقة بحثية في المؤتمر بخصوص بناء وتقنين بطارية لتشخيص صعوبات التعلم في مملكة البحرين. طبعا تشخيص هذه الفئة مهم جدا، كون أنها فئة تعاني من إعاقة خفية لا يمكن للمختصين العاديين أنهم يكشفون عنها بالطرق العادية. راح أقدم إن شاء الله في هذا المؤتمر ورقة بعنوان نسب شيوع صعوبات تعرف الكلمة لدى ذوي صعوبات تعلم القراءة، وهذه الدراسة تشير إلى النسبة الفعلية اللي موجودة في مملكة البحرين اللي عندهم ضعف في تعرف الكلمة بالذات. للمؤتمر بصمة واضحة تستهدف أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والخليجية في التعليم وتنمية الموارد البشرية وتدريب المواهب وتعزيز المهارات المختلفة، كي توائم مخرجات الجامعات المختلفة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من خلال التركيز على التعليم التطبيقي. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.